صاحب الغطة رح يكون موجود بيناتنا بكندا من 21 أيلول لحديد 1 تشرين. بالرغم من أجندة البطريرك المليانة مهمات ومواعيد، بتبقى أولوية الراعي ممارسة سلطته كأب على امتداد عائلته الروحية الموجودة بلبنان وكافة بلدان الانتشار. أكثر من أسبوع رح يجمعونا بغبطة البطريرك خلال زيارته الرعوية الثانية لكندا يلي بتتم كل 5 سنين بحسب واجبه الكنسي. بخبرنا بالتفصيل أكثر عن برنامج هالزيارة راعي أبرشية كندا للموارنة سيدة المطران بول مروان تابت. بالنسبة للزيارة، بيوصل سيدنا البطريرك يوم 21 أيلول إلى مدينتنا الحلوة بهاليفاكس، بيكون عنده فيها يومين. نهار السبت بيكون عم يحضر احتفال كبير إزاحة الستارة عن المهاجر اللبناني اللي منكم بيروحوا على لبنان. لما بتوصلوا على بور بيروت بتشوفوا في تمثال للمهاجر اللبناني لابس الشروال وحاطط لبادي وجه البحر تارك لبنان بالهجرة. الأستاذ وديع فارس العنصر الفخري بهاليفاكس حب انه يحط تمثال هو ذاته التمثال المهاجر مثل اللي موجود ببيروت، لكن رح ينحط على بور هاليفاكس وكأنه داخل الى هاليفاكس. سيدنا البطريرك رح يحضر الاحتفال، احتفال إزاحة الستارة، رح يكون في مسؤولين من الدولة الكندية وكمان مسؤولين بجريدتنا اللبنانية. هيدا نهار السبت 22 الشهر قبل الظهر. بعد الظهر بيكون سيدنا البطريرك عم بدشن الكنيسة الجديدة، كنيسة سيدة لبنان اللي عم تتعمر بهاليفاكس بنشاط وجهد أبنائنا بهاليفاكس. كنيسة حلوة كتير معمولة على التراث الماروني. بعد ما خلصت بالكامل لكن كافي حتى يقدر يدشنها، وبعدين بنحتفل بالقداس الاحتفالي لاستقبال سيدنا البطريرك بهاليفاكس. النهار الأحد بيكون عنده لقاءات خاصة، بالمساء بينتقل لمونريال. النهار الأحد 23 شهر المساء يوصل على مونريال، بيكون استقباله بالمطار المرجعيات الدينية والسياسية. ننتقل إلى دار المطرانية بجروني حتى تكون مجالس رعوية ومسلين جاليتنا كمان عم يستقبلوا. نهار الاثنين الصبح 24 أيلول الساعة 11:30 بنكون نحن وسيدنا البطريرك صرنا بكورنول حتى يقدر يلتقى كل أسقفة الكنيسة الكاثوليكية الكندية اللي عندهم لقاءهم السنوي لمدة أسبوع. رح يتوجهلهم بحديث رح يحكي فيه عن وضع المسيحيين بالشرق ويقدر يحطهم أبطر بهيدا الجو، لأنه الكنيسة الكندية خاصة اللاتينية كتير تهتم بكنائس الشرق وبتساعد، إن كان الكنيسة الكاثوليكية أو إن كان الدولة الكندية كتير بيهتموا بأمور لبنان. تنين المساء بيلتقى الأسقفة اللي بيكونوا وصلوا للاجتماعات مع كهنة الأبرشية. رح يكون في عنا لقاء بسيط، لكن بين حوالي الساعة 6 و8 يكون في عنده لقاءات مع الأحزاب السياسية والجمعيات والمسؤولين بالجالية، المسؤولين عن المنتخبين. هيك تكون في عنده لقاء خاص معهم بيقدروا يتعرف عليهم أكثر، يسمعوا له. هيدا بتكون نهار التنين مثلا. نهار التلاتة منبلش اجتماعات المؤتمر، اللقاء أولي للتحضير، لكن المساء الساعة 6 بيكون سيدنا البطريرك في عنده استقبال بجامعة ماجيل بداون تاون مونريال. حتى من جامعة ماجيل نكون عم نطلق المؤتمر الخامس للأسقف الموارنة بالانتشار. لأنه المكان محدود أكيد مش الكل قادرين أن يكونوا حاضرين، لكن بعتقد أنه رح نقدر ننقله والناس تقدر تتابع الافتتاح. من جامعة ماجيل سيدنا البطريرك رح يطلق مبادرة جديدة هي شير للدراسات للكنائس المسيحية الشرقية.
نعرف إنه نحن في مقاعد للدراسة للعائلات الروحية. سيدنا البطريرك رح يكون عم يطلق هالمبادرة شير لدراسات الكنائس الشرقية. نهار الأربعاء بيكون عنده في لقاء مع الأسقفة، ونحن نكون بالمؤتمر، وبيبدأ زيارة الرعاية. حب سيدنا البطرك مع الأسقفة الجايين إنه يزوروا 6 رعايانا المارونية اللي موجودة بموريال. نهار الأربعاء بعد الظهر الساعة 3:30 بيكون بكنيسة القديسة رفقة باللونجوي، بعدين في له استقبال بالأصلية اللبنانية بموريال، والمساء بعد استقبال الأصلية حوالي الساعة 8:30 بيكون بلقاء بزيارة دير ورعية القديس أنطونيوس بأوترومو. أكيد كهنة الرعاية عم يحكوا عن هذا الموضوع، عم بيتم تحضير بهاللقاءات الرعاية. أهلا وسهلا بالجميع، الكل بيقدروا يكونوا حاضرين، مش بس اللقاء محصور بولاد رعية ذاتها، كل الأحبة اللي بحبوا أن يكونوا حاضرين أهلا وسهلا فيهم. النهار الخميس بيكون سيدنا البطريرك عم بيزور أوتاوا، عنده لقاءات رسمية مع المسؤولين الكنديين. من ضمن زيارته خلال النهار أيضا في زيارة لسفارة البابوية، كمان في استقبال بسفارة اللبنانية، رح يكون عم بيزور كمان دير الرهبات الأنطونيات ومدرستهم بأوتاوا. الساعة 5:30 بيكون عم بيترقص الديس بكنيسة مارشربل المارونية بأوتاوا، والمساء محضرته الجالية جالا كبير. إذا لأولادنا الموجودين بأوتاوا أو بحبوا يكونوا حاضرين بهالجالا، تقدروا تتصلوا برعية مارشربل بأوتاوا وتقدروا تاخدوا معلومات أكتر عن هالموضوع. النهار الجمعة بيكون كمان بلقاءات مع الأسقفة. بعد الظهر بيكون عنده الساعة 3:30 زيارة رعية مار يوحنا الرسول، الكنيسة اللي أخذناها جديد واللي صارت عائلتنا الروحية عم تستعملها بالكامل بالويست آيلند، رح يكون عم بيدشنا سيدنا البطريرك. من بعدها بينتقل إلى كنيسة القديس يوسف باللافال، كمان حتى يكون عم بيزور رعية مع أصحاب السيادة. بالمساء بنكون عم نلتقى بجالا كبير بشاتو رويال بزيارة رعاية. أهلا وسهلا بالجميع، بيقدروا يكونوا حاضرين. أما بالنسبة للجالا، أي معلومات بتريدوها واللي بحبوا يكونوا عم بيشاركوا بهالجالا، لأنه من ضمن الجالا رح نكون عم نطلق مبادرة جديدة منخليها للجالا حتى الأحبة اللي بحبوا أنهم يحضروا يكونوا عم يسمعوا عنا. تقدروا تتصلوا بالرعاية مارونية الموجودة بموريال أو بالمطرانية حتى تقدروا تستفهموا عن هالجلا وكيف ممكن يكون في مشاركة فيه. بحب جدد دعوة سيدنا للمشاركة بحفل الجلا، وشدد على أنه هالحدث يلي بيجمعنا بالبي الروحي لكنيستنا ضمن إطار عائلي بيتكرر مرة بس كل 5 سنين. خلونا نشارك كأبناء رعية واحدة وأخوة بالمسيح هالحدث يلي بيعني كل واحد فينا. هيدا كان كل شيء لليوم، منكمل تفاصيل برنامج زيارة البطريرك مار بشارة الراعي الثاني لكندا باللقاء الجاي. صاحب الغبطة رح يكون موجود بيناتنا بكندا من 21 أيلول لحد 1 تشرين. نحن منحب كتير انه يكونوا حاضرين معنا، نشجع بعضنا، نقدر نلتقى مع بعضنا البعض. بيكون هالوقت هيدا وقت صلاة، وقت فرح، وقت سلام، وقت نقدر نفرح مع بعضنا البعض بالقيم اللي كنيستنا تعطينا إياها.